Alright, so no one's forcing you to do this, right? No. So you want to enter Islam on your own free will? Yes. And from your heart? Absolutely. So you're ready to become a Muslim today? I am. Alhamdulillah. So what we're going to do is we're going to just take the Shahada, and that's what you do to become a Muslim. So you're just going to repeat after me? Mm-hmm. Okay, so we're going to start with English, and then we're going to start with the Arabic version, okay? So we're going to say, I bear witness. That there is no God? That there is no God. But? Allah. And I bear witness that Muhammad peace and blessings be upon him is his servant and messenger. So we're going to say the same thing in the Arabic version, the original language. Ashhadu anna la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Abdahu wa Rasula. Allahu Akbar. ما هو الواجب علي وعليك؟ ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أمور. أولا أن تبذل كل ما تستطيع في سبيل نصرة دينك. إن كنت تستطيع من أن تعلم القرآن فعلمه، تستطيع أن تخطب الجمعة فاخطب، تستطيع أن تأمر بالمعروف افعل، تستطيع أن تنهى عن المنكر انهى. أي شيء تستطيع أن تجعل لك بصمة في الإسلام اجعل فيه بصمة. عيب أن تكون تستطيع أن تكون الملقي فتكون متلقي. عيب أن تكون أن تستطيع المتكلم فتكتفي أن تستمع. عيب أن تكون تستطيع أن تكون إماما فترضى أن تكون مأموما. عيب أن تستطيع أن تكون أنت الخطيب فترضى أن تكون الذي يستمع إلى الخطبة. ما دام أن عندك قدرة في أن تبذل شيئا لدينك يجب عليك أن تبذله. لابد أن تبحث أنا ما هي البصمة التي جعلتها في ديني. من أعظم الأعمال التي تستطيع أن تقضي بها وقتك في يومك وليلتك الدعوة إلى الله تعالى. كيف تدعو إلى الله في هذا الزمن؟ الأمر سهل يسير. كان الناس في السابق إذا أرادوا أن يبلغوا رجلا في قرية بعيدة أو في بلد آخر احتاجوا إلى السفر، إلى الوقت، إلى المال، إلى الجهد. أما اليوم الأمر لا يعدو جهده فقط كبسة زر، ضغطة زر تدخل إلى مواقع تبدأ تنشر الدعوة إلى الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. قد تكون لا تملك شيئا من العلم، مجرد نقلك للصحاح وللثقات تنقل مواقعهم، تنقل مقالاتهم، تنقل دروسهم ومواعظهم إلى أناس ربما غفلوا عنها. ليس عليك إلا أن تشارك معهم، تساهم في النشر، تكون حلقة وصل بين هؤلاء الدعاة وبين غيرهم، فتأخذ الأجر كله والدال على الخير، له مثل أجر فاعله. والله ما في أفضل من الدعوة إلى الله، كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تخيل لو أسلم على يديك إنسان في أقصى الأرض، فإنهم في ميزانك، أي عمل أرجى من هذا العمل؟ إن دعوة غير المسلم إلى الإسلام ودخوله في الإسلام خير لك من الدنيا وما فيها. أنا بقالي كم سنة مسلم، حضرتك اسأل نفسك هذا السؤال، وأنت يا أختاه اسألي نفسك هذا السؤال، بقالي كم سنة؟ 20 سنة، يعني من بدأت يعني أدرك وأفهم 30 سنة، 40 سنة. طب أنا ماذا صنعت لهذا الدين؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ هل بالفعل أحمل هم الدين في قلبي؟ ما هو الهم الأول الذي تحمله؟ هل هو هم الدين؟ هل هو هم الآخرة؟ أم أنه هم الدنيا؟ فتش عن الهم الأول الذي تحمله. ما حقيقة انتمائك للإسلام؟ ما حقيقة انتمائك للإسلام يا أختاه؟ هل تحمل بالفعل هم الدين؟ هل تخطط لدينك كما تخطط لمستقبلك ومستقبل أولادك ومستقبل تجارتك؟ هل تفكر للدين كما تفكر في نفسك؟ مسؤولية الدين وحمل هم الدين مسؤولية على كل مسلم. لا بد على كل مسلم أن يتحمل هم دين الله عز وجل. فمن خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فهذه القضية مسؤولية على كل مسلم، سيسأل عنها الجميع أمام الله عز وجل. ليس الأمر قاصرا على من يصعدون المنابر أو يجلسون على القراصي لإلقاء الدروس والمحاضرات. نحن آخر الأمم ونبينا آخر الأنبياء، فلا بد أن تدعو إلى الله عز وجل، ولا بد أن نسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أنها هي رسالة وظيفة لكل إنسان في العالم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا والعلماء، لا أنا ومن اتبعني. كل سؤال لا بد أن تطرحه لنفسك في كل حين. ماذا صنعت؟ ماذا أنجزت؟ ماذا حققت؟ ماذا قدمت؟ ماذا بذلت؟ ما هو البذل وما هو العطاء وما هذه التضحية التي قدمتها لأجل الإسلام؟